البداية دايما بتكون بالعنوين. نشوف في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يلاقي الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. بعثة الأهلي تعود بعد اللقاء مباشرة ومباراة العودة على استاد القاهرة. أما في الترند العالمي، صلاح يسجل هدفه 100 مع ليفربول في تعادل مثير مع إيفرتون. طيب عندي تفاصيل كتير جدا تتعلق بمباراة اليوم الأهلي والوداد، لكن خليني أقول لحضراتكم كمان أبرز المباريات في مختلف دوريات العالم. والنهاردة يوم ساخن جدا بخصوص مباريات كرة القدم تحديدا، فخلينا نبتدي بالدوري الإنجليزي واللي ابتدت مبارياته النهاردة من خلال مباراة إيفرتون وليفربول في ديربي الميرسي سايد، واللي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. وعندي تفاصيل عايز أتكلم فيها عن هذه المباراة، بس أكمل لحضراتكم مباريات اليوم كمان في الدوري الإنجليزي. تشيلسي بيلعب في هذه اللحظات مع ساوثهامبتون، والشوط الأول انتهى 2-1 لتشيلسي، وفيرنر بينفجر النهاردة أولى أهدافه وأحرز هدفين كمان مع تشيلسي، وإنجز في المقابل لساوثهامبتون. الساعة 6:30 مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، قمة إنجليزية مهمة جدا. الساعة 9 بالليل نيوكاسل ومانشستر يونايتد، ما اعتقدش ان حد هيتفرج عليها خالص عشان مباراه الاهلي طبعا. طيب خلينا نروح لمباريات الدوري الاسباني النهارده، غرناطه مع اشبيليه، سيلتا فيجو كمان مع اتلتيكو مدريد بتتلعب هذه المباراه في هذه اللحظات، وتقدم اتلتيكو عن طريق سواريز بهدف ليلا شيء بعد انتهاء الشوط الاول. الساعه 8 بالليل ريال مدريد وقادش، والساعه 9 بالليل ختافي وبرشلونه. الدوري الايطالي، مباراه انتهت ما بين نابولي واتلانتا 4-1 لنابولي، كانت مباراه الساعه 3 العصر. وانتر مع ميلان طبعا ديربي الكبير جدا، هيكون الساعه 6، وفي نفس التوقيت سامبدوريا مع لاتسيو الساعه 6 ايضا، وكروتوني مع يوفنتوس الساعه 9 الا ربع. دي ابرز مباريات اليوم، لكن